السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج القوس. صلى على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. تاريخ الفيديو بتاعكم ايه؟ 31 مايو، ده تاريخ الفيديو. التاريخ بس علشان المصداقية، اما القراءة عامة ومفتوحة وتنطبق على الجنسين. ركزوا معايا انتوا بس بقدر المستطاع الفترة دي، لان هيكون عندكم تحسين حلو وتغيرات جذرية ان شاء الله باذن الله. يلا يا برج القوس نشوف استخارتك اللي هتطلع لك. انزلوا باللايك الجميل وبالتعليق الحلو. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله. احب ابشركم ببشرى حلوه جدا، انتوا هيكون عندكم استقرار الفتره دي وعندكم تغيرات ايجابيه، لان هيكون عندكم حكم، والحكم ده انتوا هتحكموا بيه على نفسكم. بس عايزاكم تخلوا بالكم، لان انتوا عندكم حاليا سحر، والسحر ده مخللكم عدم استقرار في مواضيع كتير، حتى عدم استقرار بينكم ما بين نفسكم. عندكم استغلال من حد، واللي حد ده عمال يستغل فيكم، وعشان كده من وقت للتاني صدركم بيضيق وبتيجي لكم خنقه على اتفه الاسباب. بلاش الاستعجال الفتره دي، لان انتوا مش ناقصين، اللي فيكم مكفيكم، وعشان كده الهموم عندكم بتزيد. بس بفضل ربنا هيكون عندكم امور مستجده، عندكم خروج من محنه، خروج من دي، خروج من كسرة قلب. الامور عندكم مزعزعة شوية، يعني فيها شوية شد وجذب بينكم ما بين حد، بينكم ما بين الشريك، بينكم ما بين حد مقرب ليكم، الله اعلم. فعشان كده بقدر المستطاع تخلوا بالكم من نفسكم وتبعدوا عن كل اذى. عندكم فرح، والفرح ده هيفرحكم قوي على جميع الاسعد، لان هيكون في استقرار عاطفيا. انتوا بقالكم مده مخنوقين مع الشريك، بقالكم مده مش بتصدقوا الشريك، بقالكم مده في مشاكل بينكم وبين الشريك. الفتره اللي جايه باذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى هيكون في طاقه مستجده، هيكون في حب، هيكون في حنان، هيكون في حكم على جميع الاوضاع بتاعتكم، لان انتوا هنا مستنيين تطلعوا من اللي انتوا فيه. ودي السدر ده بيقولكم من كلام سلبي مؤثر عليكم من الستات انتوا عارفينهم. وانا دايما اقول لكم الستات اللي انتوا عارفينهم اللي هم محصودين في حياتكم تخلوا بالكم منهم، لان هم مش حابين لكم الخير. انتوا عندكم خبره في الحياه، عندكم خبره في الكلام، عندكم خبره ان انتوا ازاي تتعاملوا مع الاخرين، ودايما يعني من الناس الشاطره جدا اللي بتعرف الكذابين والمنافقين مجرد ما تبص عليهم. فلازم تهدوا اعصابكم الفتره دي وتخلوا بالكم من نفسكم، لان حكمكم على نفسكم مسبب لكم وجع في الجسم، عشان انتوا بدأتوا تكونوا متسرعين او مش اخدين بالكم من نفسكم او من اللي بيحصل معاكم. فكونوا حذريين بقدر المستطاع. مين الشخص اللي عندك مسجون، او الشخص اللي دايما بيتلعب بيه؟ الشخص اللي عندك طيب جدا، الشخص ده من كتر طيبة قلبه دايما بيتحط في خانة المشاكل السلبية والتعب النفسي. في حاجة كمان انت بقالك مدة فاقدها، لإما مال، لإما حاجة معينة بقالها مدة مفقودة من حياتك دورت عليها كتير فيها، يبقى في كلام بينكم، أو الحاجة دي هتلاقيها أو هتعرف حاجة عنها الفترة اللي جاية. كمان انتوا هنا في خطوة جديدة، الخطوة دي هتكون فتحة جديدة ليكم، ممكن كمان تكون فتحة خير، تغيير عتبة، تغيير حاجة انتوا عايزين تغيروها بقالكم مدة. في قعدة، والقعدة دي انت هتاخد فيها قرار حاسم. القرار الحاسم ده هيكون مع مواجهة مع حد، انت قررت ان انت تتغير، وبالفعل انتوا عندكم تغيير جذري لحياتكم الفترة اللي جاية، علشان التغيير ده هيكون في كمتكم انتوا. بس انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، يعني هتخرجوا حيه من حياتكم الحيه دي، دفء يعني دفء، يعني انتوا عملتوا المستحيل علشان تخرج من حياتكم، هتخرجوها من حياتكم الفتره دي وهتطردوها، وهتقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والبلوك اللي بينك وما بين حد هيتفك، في بلوك عندكم هيتفك الفتره دي.
انتوا ساكتين عن حقيقة او عن سر، ساكتين ومش بتتكلموا، فانتوا هتحلوا مشكلة بقالها مدة انتوا ساكتين عنها ومش بتتكلموا، هتحلوها وهتاخدوا فيها طاقة تانية خالص وقرار تاني خالص. بس في حاجة محيراكم، في شوية وجع عندكم، انتوا مش حاسين بالسعادة، مش حاسين بالاستكمال، بس دايما بتقول الحمد لله على كل حال. في مشكلة بتحاولوا تحلوها عندكم، او في ضغط نفسي بتحاولوا ان انتوا فعلا تحلوه، بس في شخص مدبر لكم مكيدة. بس الايام اللي جاية هتخلوا بالكم من نفسكم كويس جدا، وهتلاقوا الشخص فعلا اللي يستاهل يكون موجود في حياتكم، هتمروا بطاقة ايجابية، وهترموا من ورا ظهركم الطاقات اللي انتوا متوزعة عليكم واخدة جزء كبير في حياتكم. الكوكب بتاعكم هيكمل الفترة اللي جاية، ومن بعد ما هيكمل انتوا هتجددوا، هتشتروا الحاجة اللي انتوا عايزين تشتروها. في كمان حد عندكم صاحب عربية، او حد عندكم ليه سلطة لحاجة معينة. انتوا دايما، يعني دايما بقول لكم ان محدش يعلم الغيب الا ربنا، فعشان كده في امور هتستجدوها عندكم، وحاجات قاعدة حلوة هتتعامل مع، هتبقى فيها طاقة إيجابية من الشخص اللي هيجي يتكلم معاكم الفترة اللي جاية، وهيفتح معاكم مواضيع من الشخص اللي ظلمك واتكلم عليك، وعشان كده انت مازال بتعاني منه، وما توقعتش ابدا ان الشخص ده هو اللي ممكن يأذيك في يوم من الايام. انت بتفكر 24 ساعة امتى ربنا يفرجها عليك وامتى ربنا ييسر امرك. ما تقلقش خالص، انت استقرارك بنفسك هيبقى بسبب الاتصال اللي هيجي لك الفترة اللي جاية. بس انت متقلب المزاج اليومين دول، وضاغط على نفسك وقافل على نفسك، ارمي ورا ظهرك كل اللي انت فيه، في حاجات كتيرة جدا في قلبك بتوجعك، حتى نبرة صوتك حزينة. عندك بشرة حلوة بالرضا من عند ربنا ليك، في حاجة حلوة قوي هتحصل لك الايام اللي جاية بإذن الله، هتعوضك وهتجبر خاطرك، وهتحس ان ربنا اكرمك من اجل ان انت تكون مبسوط. فانت بلاش يكون الفترة دي كلامك يكون، يعني كلامك يكون كده دبش شوية في بعض الامور، عشان في ناس زعلانة منك وانت عايز تصالحها. انت واخد الامور كده بطاقة، فياريت تجدد من اللي انت فيه. انت ربنا منجاك من شخص كان مقيد ليك حفرة كبيرة، فبدأت ان ربنا يقف معاك فعلا وهيساعدك. بس ما تسمعش كلام الست اللي دايما يعني هي عايزة تأذي فيك. انت الست دي ما شاء الله عليها شاطرة جدا ان هي تكسر بخاطرك. مين الصديقة اللي كانت من ابراج هوائية، كان بينكم صديقة من ابراج هوائية وغدرت بيكم، او عملت لكم عراقيل سلبية، او حد من برج الدلو كان عندك، وايه اللي حصل؟ الامور، ما في امور عندكم حصلت بينكم وبين برج الدلو، توتر وحيرة. كمان انتوا هنا بتعاني من قلة الرزق اللي انتوا فيها حاليا، في ثقة بالنفس هتكون عالية الايام اللي جاية، وهتدخل في مشروع حلو. بسم الله ما شاء الله عليكم، تنجية من عذاب كبير على كتفكم، في مغامرات وفي دخول محكمة وهتطلعوا منها منصورين، في خبر انتوا هستجدوه الايام اللي جاية دي، انتوا هتاخدوا قرار حاسم وهتكونوا فرحانين قوي. في كمان هنا هدف قدامكم، الهدف ده انتوا طالعين السلم عشانه. طيب في جذر او في مشكلة بينكم وبين الاسرة، او بينكم وبين العيلة، انتوا مش مرتاحين بينكم وبين بعض، في سر هينكشف هيخليكم تاخدوا قرار، وهيخليكم كده تعيدوا ثقتكم في الحسبان بشكل تاني. كمان انتوا قررتوا ان انتوا يعني قررتوا ان انتوا تكتشفوا، انتوا عمالين عايشين في المغامرة الايام دي، من اكتر الايام اللي فيها مغامرات عالية. بس في شك، انتوا ماشيين ورا الشك اللي في حياتكم، ولا انتوا في حاجة معينة شاكين فيها؟ في شخص بيتجسس عليكم، خلوا بالكم.
شخص بيراقبكم بكل الطرق، وبينكم وما بينه حاجة كبيرة. في تعبان، التعبان ده يعني تعبان كبير كبير قوي، واقف كده ومتعمد ان هو يأذيك. خلي بالك، بس انت هتموته، انتوا هتموتوه. العاطفية عندكم لازم تهدوا اللعب الفترة دي خالص. انتوا عندكم الشريك بيحبكم قوي، وحابب ان انتوا تكونوا واثقين وان هو بيحبكم، بس انتوا مش مستحملين، بتمروا بمشاكل كتيرة جدا الفترة دي وبضغوط نفسية، وكمان عليكم عين كبيرة مأثرة عليكم بشكل كبير قوي. والضغوط اللي انتوا مأثرة، انتوا رميتوا شبكة ناس كتيرة جدا، او رميتوا طوبة حد كبير، حد عندكم في حياتكم، بسبب ان انتوا حسيتوا ان الاشخاص دول بيبصولنا في حاجات كتيرة جدا. انتوا مش حاسين بالراحة في ارض بيتكم، مش حاسين بالراحة في حياتكم بالكامل. فقريب جدا هتشتغلوا، قريب جدا هيبقى فيه الطريق هينور من بعد الضلمة اللي عندكم، او من بعد الخنقة اللي انتوا فيها. فانتوا هتجددوا في حاجات كتيرة جدا. بسم الله، كمان بسم الله، كمان ما شاء الله عليكم. لا، بسم الله ما شاء الله عليكم، عندكم تجديد في حاجات جديدة، كمان في انتصار. الانتصار ده انت هتخليك تبقى في قمة الازدهار، وهتخليك عندك خطوة جديدة ومندفع لتجديد كتير. انت ناوي على سفر، ناوي على في ورقة حد هيفتحها معاك، او في انت هيكون عندك لقاء بمنصب حد، وبعد كده هتاخد خطوة جديدة في اللقاء ده. انت عندك لقاء حلو ومن وراه هيبقى في صفقة، وممكن كمان البعض منكم هيبقى في صفقة. الصفقة دي هتحس ان هي تعويض ليكم، يعني انتوا ما شاء الله عليكم عندكم ازدهار، بس الصلة الكبيرة القوية بالست الكبيرة العجوزة دي، بتدعوا دايما ربنا. حصل عندكم اليومين دول حرفيا مشكلة بينكم وبين حد، وشدتوا مع بعض، حد قال عليكم كلام مش لطيف، فانتوا شدتوا مع بعض وخدتوا كده موقف تاني، في شدة شدتوها انتوا الايام دي وزعلتوا مع بعض بسبب كان في فتنة او بسبب حد وصل لكم كلام. في مشكلة عندك برضو متعلقة بخصوص اطفال، لاما انت عامل مشكلة بخصوص اطفال، لاما انت مشتاق لاطفال بعاد عنك، الله اعلم. انتوا عندكم طاقة ايجابية، عندكم خروج من محنة، المحنة اللي عاملة لكم عكوسات في كل حاجة، حياتك او حياتكم هتكون ماشية زي ما انتوا عايزين. انتوا طول ما الفترة دي بتخرجوا اي طاقات سلبية من حياتكم، دايما هيكون في ازدهار وثقة بالنفس، انتوا اقوياء جدا، فبلاش تخلوا الطاقة السلبية تكون ضغط عليكم. الحظ عندك ومن من جانبكم، شراء حاجات جديدة وبشر جاية لكم في خير، في استكمال خطوبة، استكمال جواز، وفي ارتباط. بسم الله ما شاء الله عليكم، حظكم حلو قوي الفترة دي، وفي تجمع حلو، في مناسبة كمان حلوة، في حد هيتخطب، في مناسبة حلوة هتحضروا لها. كمان الفترة دي من اكتر الفترات اللي انتوا هتنزلوا تشتروا حاجة جديدة عندكم، الحاجة اللي هتشتروها دي هتكونوا مبسوطين جدا بيها. الكوكب بتاعكم كامل، فيخلوا بالكم، انتوا عندكم نجاح في دراسة، وكمان في شخص هنا انتوا مش هتتكلموا، يعني انتوا ممكن تاخدوا معاه خطوة جديدة. البعض منكم ناوي على استجداد في شراء، استجداد في حاجات، رغم ان عندكم عكوسات بتحصل عندكم،
بس انتوا في طاقة تانية خالص. كمان زي ما قلت لكم، الشخص اللي محبوس او في سجن او في ضيق، او شخص عندكم في خنقة او في ضيقة، بإذن الله ربنا هيفك كربه. انتوا فوضتوا امركم لله، يعني خلاص ما بقيتوش محتاجين اي حاجة. بس بلاش تتعاملوا بنية صافية مع اتنين زي ما قلت لكم مقربين ليكم. انتوا هنا طول الوقت عيونكم مقفولة، طول الوقت خمول وكسل وقافلين على نفسكم. فركزوا كويس جدا انه في رسالة وفي عرض هيتعرض قدامكم الفترة اللي جاية، وربنا هيبارك لكم في المال اللي هيدخل لكم. انتوا زي ما قلت لكم فلوسكم متبخرة، ومن ورا فلوسكم متبخرة دايما حاسين بتقلب المزاج وبتقلب الامور. كمان هيبقى في اطفال هتشوفوهم من بعد غيبة كبيرة، او انتوا ناويين البعض منكم ممكن يكون في غربة اصلا، هيبقى في رجوع وهيبقى في كلام حلو. برج الثور بينكم وما بينه حاجة، في حاجة، في رابط قوي بينكم وما بين برج الثور، او صلة قريبة. كمان انتوا هنا بسم الله كمان هتكونوا مندفعين قوي عن شخص، هتدافعوا عن حقيقة انتوا عارفينها. في حد هيحاول يرمي عليكم تهمة، او حد هيحاول يتكلم، الله اعلم، بس انتوا هتكونوا مندفعين وهتاخدوا خطوة ايجابية وخطوة تانية خالص. هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، في حاجة، الحاجة دي يعني هتخليكم توصلوا بسرعة للهدف بتاعكم. انتوا اصلا بتخططوا في السر الفترة دي، ما بقيتوش تشاركوا تفكيركم مع حد زي الاول، بتقولوا انا هكتم وداري واشوف الدنيا هتحصل فيها ايه. بالفعل عشان كده انتوا شغالين وكاتمين وساكتين، ما بقيتوش زي الاول، ففي خطوط ايجابية انتوا ماشيين عليها. في كمان هنا في حد ماشي في طريق مش كويس، في حد بيلعب في سكة مش كويسة، او بيشرب حاجات مش لطيفة. فانتوا هنا بتحاولوا ان انتوا خلاص خلاص في حاجات كارهينها بشكل كبير. في شخص عندكم غدار، او شخص مغادر، شخص بيخون. انتوا دايما كنتوا اضحياء. برج الجوزاء ظلمكم بشكل كبير جدا، وهتاخدوا حقكم منه الفترة اللي جاية تالت ومتالت، علشان برج الجوزاء ده حطمكم بمعنى الكلمة. فعشان كده ربنا هيكسر امركم هيفك الضيقة اللي عليكم. وبسم الله ما شاء الله عليكم، هتحاولوا تعالجوا المشكلة اللي بدأت تظهر في حياتكم، هتعالجوها. ولو عندكم اي ضغط نفسي انتوا هتهربوا منه، انتوا اصلا بترموا دلوقتي اي حاجة ازياكم ورا ظهركم. في ناس بتحاول تبعدكم عن الشريك، او بتبعدكم تحت مسمى ان هي خلاص. في حد عندكم اتصاب بمرض او تعب وبياخد علاج، او مازال بياخد علاج عندكم، ان شاء الله باذن الله ربنا هيشفيه. بس دايما اقول لكم ان الشريك بيحبكم قوي، فلو في حاجة، في سحر او في مشكلة او في ضغط، خلي بالكم ان لما بيكون في سحر الشريك ما بيكونش في وعيه، ما بيكونش عارف هو بيعمل ايه، او عارف هو بياخد قرار ازاي. كل همه الانفصال، او كل همه الخروج من المحنة اللي هو فيها. فياريت ما تظلموش، انتوا ممكن تكون حصل عندكم خطوبة وما كملتش بسبب كلام سلبي، وعشان كده مازال بتعانوا من القهر والظلم من الاهل. وبرضو كان في مشكلة بينكم ما بين اخ، عايز ياخد حقكم، طمعان في اللي انتوا فيه. طمع دايما واخد جزء كبير جدا في حياتكم، وده بسبب ان انتوا دايما في طاقات متوزعة عليكم. بس خلي بالكم كل حاجة هتحصل الفترة اللي جاية هتكون من صالحكم انتوا، ومن بعد كده هيكون في خروج من حاجات جديدة، حاجات قديمة، وهتدخلوا في حاجات جديدة، وهتكونوا مؤمنين جدا ان ربنا هيكرمكم من حيث لا تحتسب في الوقت المناسب، علشان انتوا طال انتظاركم. والسفر عندكم فتحة اسمة كبيرة جدا الفترة اللي جاية، في سفر او تخليص ورق عاطل، او تخليص ورق في محاكم، الله اعلم. بقالكم مدة الفترة دي، يعني انتوا بتعانوا من، ممكن اتحصل عندكم اكتر يعني من مرة، من فترة سحر تفريق،
السحر التفريق ده حسيته بمعاناة، بأشد المعاناة، وعشان كده افترقته عن الشريك ومخدتوش حقكم، والشريك فعلا جه عليكم ونكر جميلكم بشكل كبير، فانتوا قررتوا ان انتوا تمشوا، وفعلا انتوا الفترة دي بتعانوا من بعض المشاكل اللي بتحصل معاكم، اللي انتوا مش فاهمين الاشخاص اللي حواليكم، بس عندكم طاقة ايجابية وازدهار بنفسكم. ارموا ورا ظهركم بأي حاجة، السحر التفريق ده كان سحر سلبي، فإن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية هتكون فترة تغيرات وفترة راحة على جميع الأسرة. ما تقلقوش من أي حاجة، الفترة اللي جاية هتثبتوا وجودكم في حاجات كتير. كمان عندكم بعض الأيام هتكون حلوة ليكم، وهتكون فيها طاقة إيجابية وفي ازدهار حلو. بسم الله كمان ما شاء الله عليكم، انتوا دايما بتصلوا على النبي في كل حاجة، وعشان كده هتتخلصوا من الحسد الشديد اللي عليكم بتحصين النفس، وهتدعموا نفسكم. بس بالكم مشغول بالصحة، الصحة في كشف عند الدكتور، او في زيادة في فحوصات عندكم بتاخدوها، او انتوا بتروحوا مع حد لفحوصات الله اعلم، بس في اكتر من حاجة حلوة هتحصل لكم الفترة دي. عندكم طاقة انتظار رهيبة، طاقة الانتظار دي خلال كام يوم هتبقى من وراها دعم حلو ووراها اخبار حلوة. طيب اللي في كمان، انتوا مستنيين الشغل لحد يرد عليكم، او مستنيين السفر تطلعوا منه ويكمل الله اعلم. انتوا عندكم كذا حاجة بتفكروا فيها، عندكم علاقة مع ابراج نارية، هيبقى في صلح او هيبقى في قعدة حلوة. كان السبب في الانفصال سحر تفريق، عشان كده انفصلتوا وتعبتوا واتخنتوا، فكمان هتاخدوا حقكم. المرض اللي جالكم ده بسبب التفكير اللي انتوا طول الوقت بتفكروا، فكمان انتوا في امور بتستجدوا فيها. كمان بسم الله ما شاء الله عليكم، الازمة اللي انتوا حاليا ملازماكم دي هتعدي. انتوا بتقربوا من ربنا الفترة دي. كمان في دفعة من حاجة، او انتوا مقدمين على حاجة، انتوا بتجددوا، انتوا ما شاء الله عليكم في تجديد في كذا حاجة فيها استقرار عندكم. طيب في اشتياق ولهفة لحنية من الماضي، اشتياق ولهفة لحد غايب عنكم، مش لازم يكون من الماضي، بس ممكن يكون في اشتياق ولهفة لحد من ماضيكم، حد من كان لكم علاقة بيه الله اعلم. في حب عندك متبادل، او انت بتحب حد. في كمان انت الفترة دي هتعدي مشكلة صعبة، وهتكون مبسوط جدا ان ربنا نجاك من عالم ما كانش تستاهل وجودهم، يعني ما يستاهلوش ان هم يكونوا موجودين في حياتك. بس في حاجة انت خايف منها قوي وزعلان، خايف ان هي تحصل الله اعلم، هي حاجة كبيرة انت خايف منها وقلقان بشكل كبير، خايف حيران. في كمان حاجة هتحصل معاك الفترة دي هيبقى خير، وهيبقى دعم ليك على جميع اصعدك. انت شغال على نفسك عشان عايز تحقق نجاحك، والنجاح ده هيتحقق بإذن الله. انت دايما مميز، دايما احسن من غيرك، فعشان كده هيكون عندك استقرار في حاجات كتيرة جدا. بس انت هنا نجم خفيف ونجمك بيلمع، وده بيدل ان انت هتنفذ حاجات كتيرة جدا في حياتك. في كمان وكده نكون خلصت استخارتنا لمواليد برك الكوز. يا رب الاستخاره تكون هاديه وتكون جميله، فتصدمت في مرضكم في حياتي ليكم، واتمنى لكم كل ما هو جميل. واحده من الست، يعني واحده منهم من دمك ولحمك، والتانيه شكلها جميل وملامحها حلوه، دول مؤذيين جدا وشكلهم سلبي، يعني شكلهم كده، انت اصلا بتحس ان هم الاشخاص دول مش لطاف، فخلي بالك. وعشان كده انت مش مرتاح في وضعك او في بخصوصك انت، خلي بالك. فعندك اكتر مشكلة حصلت وبتحاول تطبطب على نفسك. في كمان حساسية زايدة الفترة دي. وبكده نكون خلصت استخارتنا لمواليد برج الكوز. يا رب استخارة تكون هادية وتكون جميلة وتكون نالت مرادكم. تحياتي لكم، واتمنى لكم كل ما هو جميل.